أصل العقوبات المدينة ثقلت هذه العقوبات أو خفت، أنها ظلم بديل عن ظلم واستمرار في سلب الحق. عقوبة لمظلوم من ظالم، هكذا وصف آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم ما يسمى بقانون العقوبات البديلة في البحرين، إنها ليست منا. والعقوبات البديلة لا بد أن تقاوم كالعقوبات الأصل، ولا بد من تطهير المجتمع من كل المظالم، وألا تكون الحرية الممنوحة من الله عز وجل محل المساومة أبدا. قانون سنه طاغية البحرين حمد الخليفة يتيح للسجناء قضاء ما بقي من محكوميتهم خارج أسوار السجن. سجناء رأي ما كان ينبغي أن يسجنوا أساساً سلبت حريتهم لسنوات ذاقوا خلالها مرارة فراق أحبتهم، عانوا سنوات من سوء المعاملة وممارسات التعذيب والحرمان من الرعاية الصحية. هذه أحد الرصاصات التي أطلقها أحد الضباط بالقرب من كربابا. هل هذا ما جئت أن تقوله لحمد بن عيسى؟ لم يطلق النظام سراحهم، ولكنه أتاح لبعضهم أن يسجنوا خارج أبواب المعتقلات، سواء عبر العمل المجتمعي أو الإقامة الجبرية. 3 months ago I completed 2 years arbitrary prison sentence in Bahrain. ظلم متواصل من حاكم مستهتر طاغ كان عليه أن يطلق سراحهم بلا قيد أو شرط، وأن يتنحى عن الحكم بسبب جرائمه الشنيعة التي طالت الأعراض والمقدسات، وبات يلعنه كل لسان. وستبقى حرية السجناء هم يشغل كل ضمير إنساني، كما هي حرية الوطن وكرامة المواطنين، مع الثبات على الموقف الذي يتناسب مع التضحيات ويتناغم مع صمود قادة الثورة ورموزها المغيبين وراء القضبان للعام العاشر على التوالي وما بدلوا تبديلا. وصمود حتى الناس، صمود.